وأرحب بضيفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي إسلام أوزكان والكاتب والباحث السياسي طه عودي أوغلو. سيد طه أهلا، سأبدأ معك وأهلا وسهلا بكم على شاشة سكاي نيوز عربية. ما هي قراءتكم لهذه النتائج وخصوصا مع آخر ما ورد الآن أنه تحت 50% لرجب طيب أردوغان وحكما لكيليتشدار أوغلو، فنحن هل أمام جولة ثانية حكما اليوم؟ نعم، تحياتي لك في البداية وللسادة المشاهدين وضيفك الكريم. يعني كنا نتوقع يعني خلال الأيام الأخيرة الماضية بأن هذه الانتخابات وخاصة الرئاسية ليست بالانتخابات السهلة، خاصة تحدثنا عن أن النسب كانت متقاربة ما بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو خلال الفترة الأخيرة الماضية، أو حتى أن قبل أسبوع من الآن كان كيليتشدار أوغلو متقدم. قبل يومين تم الإعلام من أصوات من داخل الحزب الحاكم بأن أردوغان هناك تقدم طفيف، بمعنى هذه النسب وهذه الصورة هي تختلف عن الانتخابات التي تبعناها خلال السنوات الماضية التي كانت دائما كفة الرئيس رجب طيب أردوغان هي الراجحة في الانتخابات القادمة الماضية. لذا أنا تصوري أعتقد يعني هذا الوضع حاليا وفيما يتعلق بالنتائج هذه الانتخابات، يعني التصور الأمور هي تتجه إلى جولة ثانية وسوف تصعب أو هناك صعوبة فيما يتعلق بالفوز إن كان لكلا الطرف. نعم سيد طه هل تسمعني؟ يبدو أن فقدنا الاتصال مع السيد طه، وأنتقل إلى السيد إسلام أوزكان الباحث والكاتب السياسي، وأسألك أيضا ما هي قراءتكم لهذه النتائج مع فارز نحو 90% من الأصوات؟ يعني هناك ملاحظة كبيرة حول هذا الموضوع، يعني هناك تضليل كبير يتم ممارسته أو يمارس من قبل أنصار حزب العدالة والتنمية بشكل كبير جدا، وفقا لتصريحات سيد كمال كليتشدارأوغلو المرشح في السباق الرئاسي، وأيضا وفقا لتصريحات منصور يوش وسيد سيد إكرم إمامأوغلو. يعني هناك تضاربات وأيضا تناقضات فيما يتعلق بالمعطيات التي تم إدخالها في النظام الانتخابي في آلة الحاسوب، يعني في كمبيوتر. هذه مشكلة كبيرة جدا. رئيس هيئة الانتخابات العليا أعلن قبل قليل أن فقط 40% من الأصوات للناخبين الأتراك تم إدخالها في النظام الانتخابي في كمبيوتر في سيستم، ولكن وكالة أناضول يدعي ويزعم أن 80% من الأصوات هي تم أدخلت إلى النظام الانتخابي. هذه فوارق، هذه مفارقة، وهذه التناقضات إذا لم يتم درؤها سيكون هناك مشكلة كبيرة جدا، وقد يؤدي إلى مشاكل، إلى طعون والاعتراضات، وربما عدم حسم النتائج. لذلك كل التلفزيونات والفضائيات التركية وحتى العربية كلها تعتمد وتعول على وكالة أناضول. وكالة أناضول تأخذ مصادرها وأصواتها أو معطياتها من حزب العدالة والتنمية. قبل 2014 وكالة الجهان هي التي كانت توزع وتقدم هذه المعطيات، ولكن بعد 2014 تغير النظام في للمعطيات في الانتخابات التركية، وبدأت وكالة الأناضول تتعامل مع حزب العدالة والتنمية مباشرة. الممثلون لحزب العدالة والتنمية هم الذين يوزعون هذه المعطيات، هم الذين يقدمون هذه المعطيات لوكالة أناضول، وكل الفضائيات التركية والعربية حاليا تستند وتعول إلى هذه المعلومات، ولكن خاطئة. لماذا؟ لأن رئيس هيئة العليا للانتخابات التركية قال قبل قليل، قبل 15 دقيقة، أن فقط 40% من الأصوات أدخل إلى هذا النظام الانتخابي. لذلك يجب على الحكومة التركية درء، يعني تبديد هذه المخاوف، هذه الشكوك وهذه المزاعم. وأيضا هناك تأتي أخبار من المناطق الكردية،
من المناطق الشرقية، هناك تدخل واضح من قبل بعض العناصر مقربة من حزب العدالة والتنمية في الانتخابات في صناديق الاقتراع. لذلك أظن أن النتائج لن تحسم حتى هذا صباح هذا الليل. سيد إسلام، دعني بس أعود إلى السيد طه. وكما سمعت سيد طه، السيد إسلام يقول أنه هناك تشكيك ربما بالنتائج وعملية الفرز، ويتهم وكالة أنباء الأناضول بالعمل مع حزب العدالة والتنمية. هل بالمرحلة المقبلة يمكن أن نكون أمام تشكيك بنتائج الانتخابات وطعون؟ يعني أنا التصور أعتقد المهم ليس المهم النتائج، أعتقد المرحلة المقبلة سوف نكون أمام هناك تساؤلات تطرح بالبداية إذا فاز الرئيس رجب طيب أردوغان حول شرعية هذه الانتخابات، خاصة بعد الحديث من قبل مسؤولين أمريكيين أو في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه نقطة. نقطة أخرى فيما يتعلق ببعض وسائل الإعلام الغربية تحدثت عن أن شيئا ما سوف يتغير في تركيا، وهي كانت تتحدث عن ما بعد هذه الانتخابات. كل هذه أمور واردة، خاصة كما أشرت لك في البداية هناك حالة استقطاب وحالة من التنافس الكبير ما بين يعني معسكرين، معسكر الحزب الحاكم وتحالفه، وأيضا المعارضة التي اجتمعت تحت بوتقة واحدة ومظلة واحدة لإسقاط رجب طيب أردوغان. لذا أنا تصوري أعتقد ما بعد هذه الانتخابات هي الأيام سوف تكون صعبة للغاية، حتى فيما يتعلق بموضوع الطعون، وحتى أن حزب الشعب الجمهوري يتحدث قبل فترة فيما يتعلق بموضوع وكالة الأناضول وفيما يتعلق بعدم الاعتراف. لذا نحن على أبواب، على أعتاب مرحلة سوف تكون يعني هي صعبة بالنسبة لتركيا. نعم سيد إسلام، يعني النتائج حتى الآن أقل من 50% لرجب طيب أردوغان، 49.9% و 44.3% مع فرز نحو 89.2%. السؤال هنا، هل هذا ما كانت تتطلع إليه التحالف السداسي طاولة الستة؟ هل هذه النتائج مرضية؟ لا نستطيع أن نقول أن هذه النتائج مرضية، لأن الهدف الرئيسي بالنسبة للطاولة السداسية وتحالف الأمة هو الحصول على أكثر من 50% والنهاية حسم النتائج الانتخابية في الجولة الأولى. لذلك هذه لم تكن مرضية بالنسبة للطاولة السداسية. ويعني وماذا عن نتائج البرلمان أيضا؟ يبدو أنه كمان هناك تفاوت، ويعني الكفة ترجح للتحالف الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان. صحيح، في المجلس التشريعي يعني في البرلمان فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية والبرلمانية هناك يعني هذه أصوات لتحالف الأمة أقل مما تتوقعها هي. لذلك أظن أن هناك نستطيع أن نقول إذا هذه المعطيات، إذا هذه المعلومة صحيحة، أن هناك نوع من الفشل والإخفاق بالنسبة للمعارضة التركية في البرلمان التركي. ولكن في السباق الرئاسي أظن أن الأمر مختلف تماما، وسيد كلشترولو والمسؤولين في حزب الشعب الجمهوري أعلنوا أكثر من مرة أنهم حاليا تصدروا وفق المعطيات التي حصلوا عليها. لذلك يعني في السباق الرئاسي وفقا لتصريحات المعارضة أن المعارضة ناجحة، ولكن هم يريدون أن يحسم النتائج في الجولة الأولى. إذا لن يتم الجولة الأولى والانتقال، إذا راح يكون هناك انتقال أو راح ينتقل إلى الجولة الثانية، هذه ليست مرضية، لأن قد يكون هناك فوضى، قد يكون هناك أزمة اقتصادية، يعني قد تكون هناك ارتفاع سعر الدولار، وأيضا ستتضرر البورصة التركية من هذه التطورات. لذلك المعارضة بالنسبة للأحزاب المعارضة الهدف الأساسي والرئيسي هو نهاية الأمر في الجولة الأولى، والجولة الثانية لم يكن مرضي أبدا.
نعم سيدة طه، بدي أسألك هنا، كيف تقيمون أداء التحالف الجمهورية والرجب طيب أردوغان؟ هل أثبت نفسه اليوم على أنه زعيم في مواجهة هذا التحالف الكبير الذي أراد الإطاحة به؟ وكيف تقرؤون أيضا النتائج الأولية لمقاعد البرلمان؟ يعني أنا تصور تحدثت عن شخصية الرئيس رجب طيب أردوغان إلى حتى هذه اللحظة ما زال هو يحظى بدعم شريحة كبيرة من الشارع التركي، ولكن إذا تحدثت عن الحزب الحاكم خلال الفترة الأخيرة الماضية أتحدث عن السنوات الأربع الماضية هناك حالة من الترهل، وهذا نقطة يعني عادية في الأحزاب، خاصة الأحزاب هنا في تركيا. يعني عمر الأحزاب التركية هي من 10 إلى 15 عاما، نحن نتحدث عن 20 عاما ما زال هو متربع على عرش السلطة كرئيس وكحزب، ولكن خلال الفترة الأخيرة يعني الماضية بسبب يعني هناك المشاكل كانت داخلية وحتى خارجية كان لها تأثير سلبي على وضع يعني الحزب الحاكم، بداية يعني من جائحة كورونا نهاية بالأزمة الاقتصادية المستمرة إلى حتى هذه اللحظة. ولكن يبقى أن الرئيس أردوغان هو يحاول قدر الإمكان الإمساك بزمام الأمور، لذا نلاحظ على الرغم أن هناك اجتماع يعني ستة أحزاب لي يعني سحب البساط من تحت أقدامه، لكن حتى هذه اللحظة ما زال هو يعني متصدر. هذه نقطة تعتبر يعني ليست بالسهلة لزعيم كرئيس رجب طيب أردوغان، حتى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية كصحيفة البي بي سي البريطانية تحدثت يعني قبل فترة كيف لزعيم يعني يحكم البلاد منذ 20 عام أن يجمع هذا العدد في تجمع اسطنبول الذي حشد 1,700,000 شخص. نعم يبدو أنه النتيجة الآن 49.8% كانت فاصل 9 قبل قليل، يبدو أنه فعليا الاتجاه سيكون إلى جولة ثانية. الآن نريد أن نسأل السيد إسلام، هناك المرشح الثالث سيد سنان، إلى أين ستذهب أصواته في حال ذهبنا إلى جولة ثانية؟ بشكل كبير مع على ما يبدو، وإذا استمر الوضع بهذا الشكل والانتقال إلى الجولة الثانية، على ما يبدو أن الأمر سيكون مرتبط بقرارات لسينان أوغان يعني المرشح الثالث الذي حصل على 5%، وهذه النسبة كانت مفاجئة بالنسبة للرأي العام التركي، لأنه لا أحد يتوقع وفقا لاستطلاعات الرأي العام يعني كان أصوات سينان أوغان المرشح الثالث حوالي 3%، والفرق يعني 2%، وهذا مفاجأة كبيرة بالنسبة للجميع. لذلك يعني على ما يبدو أن سينان أوغان من المفروض أن يتخذ قرار لمن يدعم، فيما إذا كان يدعم أردوغان أو يدعم يقدم تأييد لكليتشدارولو. ولكن عندما ألقينا نظرة إلى التصريحات الأخيرة لسينان أوغان، احتمال كبير أنه سوف يميل إلى المعارضة، لأنه أكد أكثر من مرة أن هو يريد أن يغلق أبواب جهنم، حتى ولو لم يستطيع أو ولو لم يتمكن من فتح أبواب الجنة، وهذا إيماء أو إيحاء منه بشكل غير مباشر بأنه سوف يقدم دعم. ولكن بعد هذه التصريحات التي أدلى به أيضا أكد مرة ثانية أنه يتعامل مع المعارضة بشرط يعني أن يكون هناك مفاوضات بينه وبين كليتشدارولو أو حزب الشعب الجمهوري، إذا يتم إعطاؤه نواب أو يتم تعيينه كنائب للرئيس رئيس الجمهورية التركية، وإذا يتم تقديم أو يقترح عليه من قبل حزب الشعب الجمهوري نواب في البرلمان التركي. هذه الأشياء يعني على ما يبدو أنه يتبع للمفاوضات التي سوف تدور بين الطرفين، ولكن على حسب رأيي أن سينان أوغان هو سوف يميل إلى المعارضة، ولكن هذا لم يكن محسوما، ربما
يعطي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر بكثير مما سوف يقدمه كليتشداروغلو، لذلك قد يميل إلى أردوغان. ولكن نعم. على حسب رأيي إذا يتم تحديد المفاوضات أو إذا يتم الصفقة بين الطرفين أو المفاوضة بين الطرفين، أظن أنه سوف يفضل المعارضة، لأنه كان نائبا أو كان عضوا في حزب الجيد الذي ينتمي إلى الطاولة السداسية وتحالف الأمة. نعم سيد طه، برأيك أي صفقة ممكن أن يقوم بها المرشح الثالث اليوم، وإلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تنازلات من كلا الطرفين لاستقطاب أصوات هذا الرجل؟ يعني من دون شك، يعني فيما يتعلق في موضوع سينان أوغال وخاصة النسبة يعني المفاجأة التي حصل عليها 5-6% هي فاجأت الجميع، وهذه سوف تكون هي نقطة للبحث وللنقاش إن كان داخل تحالف الأمة أو تحالف الجمهور. أنا أتصور خلال الساعات المقبلة إذا لم تحسم هذه أو اتجهنا إلى الجولة الثانية سوف تكون هناك مساومات ما بين الطرفين، ومن يعطي أكثر سوف هو يكون هو الكاسب والرابح في هذه الانتخابات. وكما تابعنا يعني في السابقة عندما كان يعني محرم جاء قبل أن ينسحب، هو كان دائما يتحدث عن صفقات واللقاءات، يعني التقى يعني مع الرئيس أردوغان والتقى أيضا مع كمال كليتشداروغلو، ولكنه انسحب بسبب هناك أزمة. ولكن حاليا يبقى سينان أوزان هو المفتاح إن صح التعبير خلال المرحلة. ما الذي يمكن أن يرضي اليوم المرشح الثالث سينان اليوم ليقوم بالاتجاه إلى واحد من هذا الطرفين؟ ما أطماع التي يمكن أن يريد أو المكاسب التي يريد أن يحققها؟ يعني فيما يتعلق بالتحالف في الأجداد، هو تحالف ليس بالقوي وليس الكبير هنا داخل تركيا. نتحدث إذا دخل مع المعارضة التركية، وخاصة هناك وعود من قبل السيد كمال كليتشداروغلو فيما يتعلق يعني هناك وزارات وحقائب، ممكن أن يتجه إلى هناك. ولكن هناك ممكن أن نتحدث عن الوضع الأقوى، أقصد هنا الرئيس رجب طيب أردوغان الذي إلى حتى لحظة هناك نتحدث عن دولة، نتحدث عن أمور واقعية على عكس السيد كمال كليتشداروغلو التي يتحدث عن وعود فقط ولا توجد هناك ترجمة، وهذا تقلق ممكن السيد سينان أوغان وتدفعه للتقارب أكثر مع الرئيس رجب طيب أردوغان لمصلحته وليس حبا بالرئيس أردوغان أو بالحزب العدالة والتنمية. نعم سيد إسلام، كما ذكرنا يبدو أنه الموضوع ذهب إلى جولة ثالثة، وإن تم هذا الموضوع الفترة المقبلة خلال تقريبا أسبوعين، ما الذي يجب أن يقوم به كلا الطرفين لاستقطاب الشارع؟ ما المهمات التي ستكون منوطة بالمرشحين للفوز بالجولة الثانية؟ يعني الوعود قدمت إلى الناخبين الأتراك، وتم تحديد السياسات التي سوف تتبعها من قبل المعارضة أو سواء من قبل المعارضة أو الحزب الحاكم. لذلك لا أظن أن يعني الطرفين سوف يقدمان للناخبين الأتراك أكثر مما شاهدناه أو رأيناه نحن أثناء الحملات الانتخابية. لذلك أظن الوعود الإضافية بالنسبة يعني المعارضة أو الحزب الحاكم لا يغير أي شيء. بدلا من ذلك أظن أن التحالفات يعني كلا الطرفين سوف يحاولان وسوف يبذلان قصارى جهدهما من أجل إقناع المرشح الثالث سينان أوغان من أجل الحصول على أغلبية. إذا يستطيع أردوغان أن يقنع سينان أوغان معناته أن أردوغان هو الذي سوف يفوز، ولكن إذا يقتنع سينان أوغان المرشح الثالث بمقترحات لسيد كمال كليتشداروغلو من المؤكد يعني باحتمال كبير جدا أن المعارضة سوف تفوز في هذه الانتخابات. وأيضا يجب أن يسيطر الهدوء، يعني الذي يستطيع أن يسيطر على أعصابه والذي يستطيع أن يسيطر على مشاعره والذي لم يندفع هو سيفوز في هذه الانتخابات، لأن هناك معركة نفسية جدا تدور بين الطرفين حاليا. على ما يبدو أن هناك ضغوطات
من قبل الحكومة التركية على صناديق على هيئة العليا للانتخابات من أجل عدم إعلان عن النتائج. حاليا في أنطاليا، في أدنى، في إسطنبول، في بعض المدن، وفي حتى ببعض المناطق الشرقية هناك يعني صمود من قبل هيئة العليا للانتخابات. والسيد كمال كليشتارولو اتهم هيئة العليا للانتخابات يعني أو حذره لماذا هذه هيئة لماذا لا تقدم لا تعلن عن نتائج ولم تدخل النتائج الانتخابية إلى صناديق الاقتراع. لذلك أظن أن المعركة سوف تطول بشكل كبير جدا، وما زال هناك احتمال حسم المعارضة وتحالف الأمة في الجولة الأولى، لأن علينا أن ننتبه وكالة أناضول لها سجل سيء جدا وتاريخ سيء. علينا أن نتذكر أن وكالة أناضول وقفت المعلومات التي يقدمها ويوزعها إلى الرأي العام التركي أو إلى الوسائل الإعلام التركية، تم إيقافها في منتصف الليل مفاجأة، وسرعان ما تغيرت نتائج الانتخابية في انتخابات المحلية عام 2019. علينا أن نتذكر بشكل جيد، وعلينا أيضا أن ننتبه إلى أن رئيس هيئة العليا للانتخابات تم تعيينه من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يعني كل رجال الدولة حاليا مع أردوغان والشعب باتجاه آخر. لذلك حتى من المبكر جدا أن نتحدث عن نتائج الانتخابات. سيد طه، السيد إسلام يقول أن هيئة الانتخابات ووكالة الأناضول وكل تابعين لحزب العدالة والتنمية ويأتمرون من الرئيس رجب طيب أردوغان وتم تعيينهم. ولدينا أيضا تصريح منذ قليل للمرشح كمال كليتجان أوغلو يقول أنه يجب إحصاء جميع بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئيسية، ولو كأنه هناك تلميح إلى أمر ما. هل نحن أمام معركة تشكيك في النتائج وفي مصداقية هذه الانتخابات؟ يعني كما تعلم هذه الانتخابات ليست الأولى التي تجري في تركيا. يعني منذ سنوات هناك انتخابات تجري بكل أريحية وشفافية. نعم هذه الانتخابات صعبة. لماذا صعبة؟ لأنها هي وصلت البلاد إلى مرحلة يعني أقول يعني محتدمة، واستقطاب سياسي بشكل كبير ما بين معسكرين، معسكر الحزب الحاكم ومعسكر المعارضة. لذا أنا بتصوري المعارضة هي فرصتها الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالدعوات والفوز في الانتخابات. لذا إذا لم تفوز سوف تقوم وتشكك يعني نزاعة هذه الانتخابات. لكن الرئيس رجب طيب أردوغان بالأمس تحدث وقال إذا خسرنا سوف نحترم يعني إرادة الشعب. هنا الإرادة الشعبية هي التي تتحدث، وهي التي يعني هي تفرض نفسها. وأنا تصوري يعني ما حصل أو من هناك من أحاديث. نعم سيد طه هل تسمعني؟ نعم فقدنا الاتصال بالسيد طه، وأنتقل من جديد إلى السيد إسلام وأسألك هنا، هل المرحلة المقبلة والجولة الثانية ممكن أن تشهد نفس الطوفان الانتخابي والناخبين وهذا العدد الكبير الذي لم يسبق له مثيل في تركيا من الناخبين، أو الحماسة ممكن أن تخف في المرحلة المقبلة؟ يعني طبعا سوف يكون انعكاسات لهذه نتائج الانتخابات بشكل كبير جدا للمستقبل التركية. ويعني أول شيء، النقطة الأولى، يجب أن يحسم هذه النتائج بشكل يعني وفقا للدستور التركي ووفقا للقوانين التركية. يعني على الحزب الحاكم أن يوضح موضوع المناقضة المفارقة بين ما صرحه رئيس هيئة العليا للانتخابات وأيضا ما صرحته وكالة أناضول. يعني تدعي وكالة أناضول أن 80% من الصناديق الاقتراع تم فتحها وتم فرز الأصوات بنسبة 80%، ولكن هيئة العليا للانتخابات تقول أن فقط 40% من الأصوات تم فرزها. هذه المفارقة وهذه الضبابية يجب درؤها من قبل
حكومة تركيا على الأقل من السلطة القضائية التركية على هيئة العليا. يعني علينا أن نتذكر في الانتخابات السابقة يعني تقريبا النتائج تحسم حوالي ساعة 10 أو 11، ولكن حتى الآن لم يتبين النتائج. يعني هناك ولكن كمية المصوتين اليوم والناخبين أكبر بكثير، وهذا لا يمكن أن يؤشر إلى هذا التأخير الحاصل الآن. المشكلة أخي العزيز هو فيما يتعلق بالمفارقة بين الطرفين، بين وكالة أناضول هي تابعة للدولة وأيضا هيئة العليا للانتخابات تابعة للدولة وتصريحاتها متناقضة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني هناك ادعاءات أو مزاعم من قبل تحالف الأمة، من قبل سيد كلشترولو ومن قبل رئيس البلدية إكرم إماموغلو، أن ما زال هناك احتمال حسم النتائج الانتخابية في الجولة الأولى من قبل المعارضة. لذلك علينا أن نكون يعني متبقي 10% من الأصوات نحن اليوم، أو هل الآن أمام 90% من الأصوات المفرزة؟ لا، هذه ادعاءات، هذه ادعاءات، ولكن يعني النتيجة لا تميل بشكل كبير إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، لنقول أن هناك تلاعب بهذه النتائج ربما. يعني هذه التلاعب ممكن جدا، لأن يعني المعارضة تصمت ولا توافق على ما صرحته وكالة الأناضول وما قدمته من معلومات فيما يتعلق بهذا الموضوع. وأيضا هناك أخبار تأتي من عدة صناديق الاقتراع بأن هناك مشاكل كبيرة جدا، مثلا من تكتيكات أنصار حزب العدالة والتنمية هو تقديم اعتراضات والطعون لهيئة العليا للانتخابات حتى لا يتم إعلان عن النتائج الانتخابية. هذه من تكتيكات أنصار حزب العدالة والتنمية، هذا شيء خطير جدا. مثلا هناك ممثلين من عدة أحزاب، أول شيء يعترض ويطعن ممثل لحزب العدالة والتنمية، بعدين يعترض ويطعن هدى بار، بعدين يعترض ويطعن أربكان وما إلى ذلك. هناك 6 أحزاب كلها تعترض وتطعن على نتائج الانتخاب، يعني على نتائج الانتخابات المحلية في صناديق الاقتراع من أجل الحيلولة، ودون نقل هذه المعلومة أو النتائج إلى هيئة العليا للانتخابات. إذن هناك معركة نفسية أو حرب نفسية كبيرة جدا. وإذا انتبهنا إلى ناخبين لحزب العدالة، سيد إسلام يتحدث عن طعون متقطعة في المرحلة المقبلة وعن عملية غش، هل نحن بالمرحلة المقبلة أمام إعادة فرز لبعض الصناديق ربما، أو إعادة البحث عن النتيجة الصائبة من خلال الفرز من جديد؟ من المؤكد أنه نعم صحيح في البرلمان نعم. السؤال موجه لسيد طه لو سمحت. سيد إسلام نعود إليك بعد قليل. يعني أنا أتصور أعتقد حاليا الوضع كما نراه تماما، هناك حالة من الاستقطاب. هذه الجولة يبدو أنها تقترب إلى عدم حسم من الجولة الأولى، هناك جولة ثانية، وسوف تكون الفترة الأسبوعين سوف تكون هناك مفاوضات ومقايدات ما بين الحزبين أو المرشحين كلشتارولو وأردوغان وسينان أوغان، وأيضا سوف تكون هناك الأمور. يعني نحن على لا أقول يعني على أبواب أو أعتاب، يعني هناك فوضى وطعن، وهذا ما شاهدناه وتابعناه خلال الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة الماضية من حزب الشعب الجمهوري. كما أشرت لك في البداية، هي فرصة السيد كمال كلشتارولو الأخيرة وفرصة المعارضة التي هي اجتمعت للمرة الأولى لسحب البساط تحت أقدام الرئيس رجب طيب أردوغان. لا ننسى بأن هناك قادة بارزين كانوا في حزب العدالة والتنمية كالسيد أحمد داود أولو وأيضا علي بابا جان، رهنوا مستقبلهم السياسي بالمشاركة في هذا التحالف. إذا خسر كلشتار أولو فسوف تكون هي يعني نهاية لهذه الأحزاب وهؤلاء القادة. لذا أنا تصوري أعتقد المرحلة المقبلة سوف تكون هناك محتدمة أكثر، ليس فقط في الانتخابات ولكن ما بعد الانتخابات. أتحدث ستكون هناك معركة قضائية بالدرجة الأولى.
نعم سيد طه عودي أوغلو، شكرا جزيلا لك، ويبقى معي ضيفي من اسطنبول إسلام أوزبكان. وأسأل اليوم العالم عيونه شاخصة على هذه الانتخابات، وهناك من لا يدعم بشكل مباشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. برأيك اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أي مدى أثبت لخصومه السياسيين الدوليين بأنه رجل يستطيع مواجهة 6 أحزاب ويستطيع مواجهة تحالفات كبيرة والذهاب إلى جولة ثانية أقله؟ صحيح، يعني أن سيد رجب طيب أردوغان هو رجل صعب جدا، ولذلك يستطيع أن يواجه جميع المعارضين. ويعني ما حققه من نجاحات خلال 20 عاما هو نجاح كبير جدا، ولكن علينا أن نتذكر أن يعني هناك قيود في الحقوق والحريات. هناك أيضا يعني 90% من وسائل الإعلام التركية تابعة للحكومة التركية ولشخصية أردوغان، مرتبط بشخصية أردوغان مباشرة. لذلك يعني شيء لافت جدا أن في المناطق المنكوبة في أضيامان وفي حتى في بعض المناطق في أنطاكيا وفي ملطيا، على ما يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حافظ على قاعدة شعبية له، وهذا شيء غريب جدا، ليس له أي مثيل في التاريخ السياسي للعالم، ليس لتركيا، بأن هناك إخفاق كبير جدا وفشل فيما يتعلق بتقديم المساعدات، وتأخر كبير جدا. وهلال الأحمر باع الخيم رغم كان من المفروض أن يقدم أو يوزع إلى المنكوبين، إلى السكان المنكوبين، وفضائح كبيرة جدا، وأيضا فشل وإخفاق كبير جدا في المجال الاقتصادي. ورغم كل هذه الإخفاقات حتى في هذه المناطق الزلزال في المناطق المنكوبة حافظ على شعبيته وحافظ على قوته، وهذا دليل واضح بأن هذا الرجل صعب جدا، ولكن ليس له خط أحمر، يعني هو تجاوز جميع الخطوط الحمراء. لماذا؟ يستغل الدين ويستخدم جميع الوسائل بما فيها إدخال الدين في المساجد. يعني نحن شاهدنا أخيرا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسجد آيا صوفيا كانت هناك أمسية سياسية، وألقى خطابا سياسيا تقريبا سياسيا بعد صلاة العشاء. هذا الشيء ما رأيناه، لم نره أبدا في تاريخ الجمهورية التركية. وأيضا أقام أيضا خطاب كبير جدا في حديقة مسجد سلطان أحمد، هذا عيب، هذا مخالفة تماما للمعايير حتى الدينية وحتى القوانين التركية والدستور التركي. ورغم ذلك يعني هو تجاوز كل الخطوط الحمراء واستغل جميع الوسائل واستخدم جميع الوسائل من أجل الضغط على المعارضة ومن أجل الحصول على أصوات كبيرة جدا، وهذه هي النتيجة. رغم ذلك أنا أعترف بأن هذا رجل صعب جدا. نعم سيد إسلام، المرشح الرئاسي كليتشدار أوغلو اليوم هو أمام ربما معركة في جولة ثانية، وحال ربما فوزه في الانتخابات يعد بتغيير النظام في تركيا، من حيث إعادة تركيا إلى النظام البرلماني واستعادة منصب رئيس الوزراء وإجراء إصلاحات كثيرة، ولكن كل هذا هل يمكن تطبيقه إذا لم تحقق الأغلبية في البرلمان؟ وهذا يبدو ليس حاصلا أقل حتى الآن. صحيح، يعني هناك نوع من الفشل بالنسبة للتحالف الأمة في البرلمان في الانتخاب البرلماني، وعلى ما يبدو أن حزب العدالة والتنمية حصل على 50% من هذه الأصوات. لذلك يعني إذا لم تتمكن المعارضة والطاولة السداسية على حصول الأغلبية، حتى لو فاز في الانتخابات الرئاسية لا يستطيع أن يمرر التعديلات الدستورية، لا يستطيع أن يمرر تغيير النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، لا يستطيع حتى أن يمرر قوانين من البرلمان التركي، وهذه مشكلة كبيرة جدا.
فربما يعني إذا الأمر سوف يسير بهذه الطريقة هذه ستؤدي إلى أزمة سياسية كبيرة جدا، وصار هناك معضلات بين البرلمان التركي والرئاسة التركية. لذلك كان من المفروض بالنسبة للمعارضة وكان توقعاتهم هم أن يحصلوا على الأغلبية في البرلمان، لذلك يعني حاليا رغم أنه يركز رغم تحالف الأمة أنها تركز على السباق الرئاسي، ولكن يعني الانتخابات التشريعية مهمة أيضا. في حال تضارب يعني النتائج التشريعية والرئاسية في هذه الحالة سوف تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار والهدوء في تركيا، بالتالي هناك اخفاق في البرلمان كما ذكرت، وحتى اخفاق في كبيرة. النتائج الرئاسية الغير ربما مبهرة خصوصا مع هذا التحالف الكبير لطاولة الستة. هل هذا ما تريده تركيا في المرحلة المقبلة، هي التي تعاني مشاكل على حدودها وفي الداخل ايضا ومشاكل اقتصادية، هل تريد رئيسا بهذه المواصفات؟ أخي العزيز، حاليا تركيا يعاني من استقطاب الحاد، هذه هي المشكلة الأساسية. هناك نقاش في الهوية التركية، ما هو الهوية التركية؟ هل تركيا تنتمي إلى الغرب أو إلى الشرق؟ هل ينتمي إلى العالم الإسلامي أم لا؟ هذه مشكلة كبيرة جدا وتنعكس على القرارات السياسية أو يعني النتائج الانتخابية أيضا. ولذلك يجب أن يكون هناك حل سلمي فيما يتعلق بهذا الاستقطاب الحاد. يجب على السياسيين الأتراك أن يتركوا هذا، خاصة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يتركوا هذا الأسلوب غير المتصالح، هذا الأسلوب يعني الحاد والذي يقوم بتخوين وشيطنة المعارضة. يعني بدلا من يعني في اللغة التركية هناك مصطلح، يعني بدلا من تحالف الأمة تحالف الملة، بدلا من هذا الشيء أردوغان يسمي أو باهتشلي يسمي المعارضة تحالف الذلة. يعني هذه التسميات، هذه التوصيفات، هذه الشيطنة تؤدي إلى يعني إلى شفا حفرة كبير، وإلى تفتح أبواب جهنم لتركيا. لذلك على السياسيين الأتراك أن يتركوا هذا الأسلوب، خاصة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يتخلوا عن هذا الأسلوب الاستقطابي الحاد، لأن ربما هو يستطيع الحفاظ على قاعدة الشعبية والحزبية له، ولكن تركيا هي التي تخسر، هي التي سوف تخسر. لا أحد يستطيع أن يكتسب أو أن يكسب من هذا الأسلوب أي شيء، ولا يستطيع أن يفيد. طب تحدثت سيد إسلام عن رغبة ربما المعارضة وكيلجدار وحلفائه في العودة إلى مفاوضات للانضمام ربما إلى الاتحاد الأوروبي من حيث تحديد هوية تركيا اليوم وتعزيز العلاقات العسكرية لديهم مع الولايات، وأيضا يريدون الحفاظ على العلاقات مع تركيا. هذا التناقض، هل يمكن أن يجمع كيلجدار ويجد له حلا معينا؟ بالنسبة للاتحاد الأوروبي، علاقات مع دول الاتحاد الأوروبي لها، لا للمعارضة، للأحزاب المعارضة لها خطة معينة. طبعا في بداية 2003 أو 2004 حزب العدالة والتنمية تمكن من حل معظم المعضلات، المشاكل والتوترات بين الطرفين، بين الاتحاد الأوروبي وبين تركيا، بسبب يعني تعديلات قانونية تمهد الطريق للإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأيضا فيما يتعلق بالعلاقات المدنية العسكرية أيضا صارت هناك تغييرات جذرية. ولكن لم يبقى هناك سوى قضيتين أو ثلاثة لم يتم حلها، وبعد ذلك صار يعني
صارت هناك تطورات ومستجدات بعد الربيع العربي، لذلك توقفت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. لذلك سيد كليتشدارولو حاليا يصر، هو مصر على أن تأشيرات يعني سوف يتم إلغاؤها من قبل الاتحاد الأوروبي في حال تم معالجة هذه الملفات، ملفين أو ثلاثة، قضيتين أو ثلاثة. لذلك سيد كليتشدارولو هو مصر على إقامة علاقة طيبة جدا مع الاتحاد الأوروبي، وهو يفكر بأن هذه يعني هذا الأمر لم يكن صعبا، وعلى الطرفين أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات ويتم ويعالج كل هذه المشاكل بين الطرفين بكل السهولة. طبعا يعني هناك نصوص، يعني هناك تفاهم بين الطاولة السداسية. يعني أحيانا بعضهم يقول، بعض الناس يقولون أن هناك آراء وأفكار متناثرة بين الأحزاب المتحالفة في تحالف الأمة. لا، صحيح أن هناك اختلاف، هناك ربما أحيانا مفارقة بين الأفكار والإيديولوجيات والتناقضات، ولكن تم حلها يعني منذ سنتين، أكثر من مدة سنتين هم جلسوا إلى الطاولة. نعم. واتفقوا على وأجمعوا على موضوعات وقضايا معينة. سيد إسلام، وصلت فكرة في هذا الموضوع. هلأ لدينا أيضا وعود من جانب المرشح الثاني الرئيس السابق رجب طيب أردوغان، الذي ما زال يعد بتحقيق معدلات نمو عالية وخلق فرص للعمل وتحسين الوضع الاقتصادي الرديء الذي حصل في يعني أثناء حكمه. هل برأيك اليوم شخص سبب مشكلة، هل يمكن أن يكون جزءا من الحل؟ لا، يعني هذا مثل معروف من قبل الجميع، يعني الذي هو جزء من المشكلة لا يمكن أن يكون هو جزء من الحل. لذلك يعني في جميع أنحاء العالم الوعود يقدم من قبل مين؟ من قبل ليس الحزب الحاكم، أو ليس من قبل الذي يدور ويحكم البلد. الوعود يقدم من قبل المعارضة، ولكن الذي يدير البلد منذ أكثر من 21 سنة ولم يستطع أن يعالج كل هذه المشاكل، بل عمق هذه المشاكل وهذه الأزمات، والذي أساء إلى علاقته مع الجيران، وبعدين حاول من أجل تحسين علاقته مرة أخرى، يعني هذا الأمر غير مقبول. الأحزاب الحاكمة على وجه الأرض في أنحاء العالم لا يمكن أن تقدموا أو تقترحوا يعني وعود إلى ناخبيه. نعم. الذي يعني حتى لا يدهمنا الوقت في هذه النقطة بالذات، بالتالي هل الرئيس المرشح كليتشدار لديه الخبرة الكافية لمواجهة كل هذه المشاكل الاقتصادية الحاصلة اليوم؟ المشكلة يعني لا يتعلق بشخصية سيد كمال كليتشدارولو، هو رئيس صحيح، ولكن الذي يحل يقوم بحلحلة كل هذه الأزمات والمشاكل هو الكوادر المتواجد في تحالف الأمة، وهذه الكوادر وهؤلاء الكوادر موجودين. نعم صحيح، يعني هل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولد من أمه كرئيس؟ لا، هو اكتسب خبرة خلال أدائه الوظيفة في بلدية إسطنبول، هو اكتسب خبرة في بداية رئاسته أو وزير رئاسة أثناء إقامة إنشاء حزب العدالة والتنمية. لذلك هذه الخبرات تكتسب بشكل أو بآخر تدريجيا. المهم هو أن تمتلك هذه المعارضة كوادر. نعم. يستطيع أن يحقق. نعم. إنجازات. نعم كبيرة. سيد إسلام أوزكان ضيفي من إسطنبول، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.